بعد ما يخلص الارضي طبعا بيدخل في موضوع حسابات الكابلات، حساب الكروس سكشن اريا بتاع الكابل. زي ما قلت لكم في الاول ان اول ستيب انا بعملها عشان اعمل محطه طاقه شمسيه، بعمل كالكوليشنز للود، تمام، بعمل حسابات للاحمال بتاعتي، ببدا اعمل حصر اشوف انا عايز اوصل طاقه شمسيه، عايز اوصل على المبنى ده، المبنى ده فيه 50 كشاف، تمام، من النوع الفلاني، فيه مش عارف 80 كشاف من النوع الفلاني، النوع ده ديبند على الباور، يعني مثلا عندي 50 سبوت، السبوت الواحده مثلا زي 10 واط او 20 واط، عندي كشافات اللي هي ال 60 في 60، عندي مثلا 50 كشاف، الكشاف ده مثلا 80 واط، ببدا اجمع كل الاحمال دي، طلعت احمال اللايتنج، بشوف احمال السوكتس، شوف احمال التكييفات او الاحمال الميكانيكا اللي عندي، ببدا احسب كل الاحمال دي وبناء عليها ببدا اعمل التصميم بتاع القيمه الكليه للمحطه. طبعا زي ما قلنا من حاجه مهمه جدا في حسابات الكابلات، انت بتحسب طبعا ديبند على اللود، تشوف اللود كام، وبناء على اللود تشوف طبعا انت هتشتغل هنا سنجل فيز ولا 3 فيز، لو ادالك طبعا الباور تقدر تطلع الاي لود، ومن الاي لود تقدر تطلع الاي سيركت بريكر، وبالتالي طلعت قيمه السيركت بريكر. لو انا طلعت قيمه السيركت بريكر اقدر اطلع منها بعد كده الكروس سكشن الخاص بمين؟ بالكابل، يعني انا اقدر اعرف الكابل اللي انا هركبه، لان في ناس كتير جدا بتركب كابلات وخلاص بره في الطرش ما بيعملش حسابات. يقول لك احنا هنركب زي الناس، وانا اقول لك ايه؟ انا هركب السخان ده مثلا كابل 4 مللي. طب بناء عليه ما اعرفش. يبقى انت لازم تعمل الحسبه البسيطه اللي احنا قلنا عليها المفروض في اول محاضره، ان انا بحسب مساحه مقطع الكابل. طبعا الكلام ده برضه البي بي سيستم انت بتدخل القيمه بتاعت اللود وهو بيطلع لك الحسبه، او في برنامج تاني اللي هو احنا بنرسم بيه سنجل لاين دايجرام في الكهرباء اللي هو الخاص بشنايدر اسمه ايكوديال او ايكوداير. البرنامج ده مهم جدا لازم تشتغل عليه. ده برنامج من شنايدر بيعمل السنجل لاين دايجرام اللي هو المخطط الوحيد للكهرباء، اللي بيوري لك الكهرباء طالعه مثلا من السورس من المحول رايحه للوحه، واللوحه عند لوحه ثانيه وهكذا لحد ما توصل للود. انا في حسابات اول مرحله لازم بس هعمل الحسبه الصغيره دي عشان اقدر خد انا كمهندس كهرباء اقدر بسهوله جدا اطلع مساحه مقطع الكابل المناسب، تمام. دي يعني ايه دي في الشغل بتاعنا وانا ونايم كده. عايز مثلا الحمل ده مثلا 5 كيلو فولت امبير او 5 كيلو وات او 10 كيلو او 2 كيلو او وات ايفر، اقدر اطلع مساحه مقطع الكابل، تمام، واقدر اطلع مين؟ سيركت بريكر. انا لو طلعت قيمه سيركت بريكر يبقى انا عملت اللوحه، هو مش اللوحه دي عباره عن شويه سيركت بريكر، مين سيركت بريكر وشويه سب سيركت بريكر، وبعد كده منها اقدر اطلع مين؟ الكروس سكشن اريا بتاع الكابل. مين يقدر يعمل القصه دي معايا؟ انا عندي الباور، احنا قلنا الباور ليها ثلاث صيغ صح؟ البي بتساوي اي في بي، ومره البي بتساوي اي في بي كوزاين فاي، والبي بتساوي اي في بي كوزاين باي، بس كده في الاول جاز الثلاثه حاجه السيفت، وقلنا دي اللي هي المفروض مين؟ الاس اللي هي الابيرة انتباهك. دايما احنا في الشغل كده، انا هحسب لك على السريع كده عشان تبقى انت متعلم، لو انت قاعد كده ايه في الشارع حتى في الموقع، انت بعد ما تتخرج تبقى قاعد في الموقع كده يقول لك انا عندي حمل كذا عايز احسب السيركت بريكر والكابل. طبعا في ابلكيشن موبايل زي ما قلت المره اللي فاتت بيعمل القصه دي بسهوله، وفي اكسل شيت بيعمل القصه دي، وفي ليكوديال بيعمل القصه دي، بس انت عشان تبقى ايه عارف الموضوع بسرعه كده. بعمل ايه؟ يفضل ان انا احول كل الوحدات بتاعه الاس دي للفولت امبير، او الباور بتاعها للفولت امبير او الكيلو فولت امبير، زي ما قال قلنا المره اللي فاتت ان الواحد هورس باور تقريبا يساوي ايه؟ 1 كيلو فولت امبير. ممتاز. لو انا عندي مثلا اي لود مثلا 2 كيلو فولت امبير، ال 2 كيلو فولت امبير تتوقع ان هو سنجل فيز ولا 3 فيز؟ 2 كيلو فولت امبير سنجل فيز ولا 3 فيز؟ من غير ما اعرف، من غير ما اقول لي هو 3 فيز. 3 فيز؟ انا قلت لحد 5 كيلو، انا بكلمك عن اللي موجود في في في, في الحياه برضه، تمام. احنا بنشتغل في النورمال لحد 5 كيلو فولت امبير، او في الملخات لحد 5 حصان غالبا غالبا، تحت 5 تمام بتلاقيه سنجل فيز، من 5 وانت طالع 6 7 8 9 10 3 فيز.
3 فيز. هو طبعا لو هو بيدي لك او انت بتشتري حمل معين بامب بيبقى معروف هل هي سنجل فيز ولا 3 فيز. داخلها 220 فهي اصلا سنجل فيز، داخلها 380 تمام فهي 3 فيز. فاحنا لو قلنا 2 كيلو فولت امبير دي سنجل فيز، يبقى انا هستخدم ايه بقى؟ هستخدم الثانية سنجل فيز. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز احسب الاي لود. الناس بره في السوق كده لو انت واقف في الموقع يقول لك احنا دايما بنضرب في كام؟ في 4.5 في 1.5. الكلام ده شرحته والله في اول محاضره. 4.5 و1.5 دي جت من فين؟ يعني انا عشان اطلع الاي لود اضرب في 4.5 ولا في 1.5؟ فاكر انت الباور دي؟ مش انا عندي لو 3 فيز بيبقى 380 تمام الفولت، ولو سنجل فيز بتبقى 220، و 380 دي في جذر 3 معاها صح؟ لو انا عايز احسب من المعادله عادي جدا الاي هتساوي الباور تمام اللي هي الكيلو فولت امبير. لو انا عايز احول كيلو فولت امبير لفولت امبير بضرب في كام؟ بضرب في 1000. 1000 على 220، 1000 على 220 دي بكام؟ تقريبا ب 4.5 ب 4.52 حاجه زي كده. فالناس بره في السوق يقول لك ايه؟ اديني بس انت الحمل وانا ايه؟ اطلع لك السيركت بريكر والكاب كده في ثانيتين. بيعمل ايه كل اللي بيعمله؟ يقول لك حافظينها كده هم، يقول لك انا يا اما بضرب في 4.5 في 1.5. جت من فين؟ ان هو والله لو انا كنت سنجل فيز اللود بتاعي بضرب في 4.5 بطلع ده الحمل. تمام؟ موضوع سهل وبسيط. طب قصة الواحد ونص دي جت من فين؟ من المعادلة بتاعت جذر 3. بعمل ايه؟ 1 كيلو فولت امبير مثلا او البي دي كيلو فولت امبير عشان احولها لفولت امبير بخليها ايه؟ 1000 على جذر 3 في الفولت في الحالة دي بكام؟ 380. القصة دي تطلع بكام؟ تطلع ب 1.5. يبقى لو انا كان عندي 3 فيز الحمل 3 فيز واعرف 3 فيز حتى لو ما قاليش لو هو فوق الخمسة ايه؟ الخمسة كيلو. حتى لو لاحظت انت في التكييفات الباكج والكلام ده بتلاقي فوق الخمسة حصان او خمسة كيلو بتلاقيها 3 فيز. اللي تحت بتلاقيها غالبا سنجل فيز. رحت مطلع مين؟ واخد ال 2 كيلو فولت امبير دي واخد الاثنين وضاربها 4.5 بما اني الحمل ده سنجل فيز طلع كام؟ طلع عندي سي الكلام ده 9 امبير. يبقى الحمل ده هياكل ويشرب مني تمام كام؟ 9 امبير. طيب ال 9 امبير دي زي ما قلت المفروض دي كل الناس فاكراها، مين بيحمي مين؟ الكابل بيحمي البريكر ولا البريكر بيحمي الكابل ولا الاثنين معمولين عشان يحموا الحمل؟ البريكر بيحمي الكابل وبيحمي الحمل. وانا عشان احسب بقى ده الاي لود ده تيار الحمل تيار الموتور ده او المعده اللي انا بشتغل عليها 2 كيلو، عايز احسب تيار الاي سيت بريك ده بيبقى عباره عن الاي لود مقسوم على كام؟ لازم يكون اكبر او مضروب في كام؟ نص كده الستاندرد بيقول في حاجه بيسموها سيفتي فاكتور. سيفتي فاكتور كل الاكواد بتشتغل السيفتي فاكتور ده من 1.1 تقريبا ل 1.5، فانت تاخد اعلى حاجه اللي هي ايه؟ 1.5. يبقى لايف سيفتي بريكر ده هيساوي هنا نكتب سيفتي فاكتور في الاي لود. سيفتي فاكتور ده 1.5 الاي لود بكام؟ ب 9. تطلع زي مثلا ب 10.5 ولا 11 اي رقم امبير. في جدول هترجع له اسمه جدول السيركت بريكر، انواع السيركت بريكر الام سي بي والام سي سي بي والاي سي بي اللي هو المالتي فيز سيركت بريكر والمينيتشر سيركت بريكر والاير سيركت بريكر. هروح داخل على الجدول ده واشوف ايه اول او ايه اقرب خلينا ادق ايه اقرب امبير متاح في السوق. يعني انت مش كل امبير هتطلعه، افرض احنا في الحسابات في الكليه انا طلعنا الحسبه دي هتطلع ب 12.3 مثلا، هقول اروح اجيب بريكر 12.3 مفيش، فباخد الاقرب. لان في ناس هتلاقي مثلا في الرينج بتاع البريكرات بره يقول لك في بريكر 250
والبريكر اللي بعده 400 امبير مثلا، والحسابات راحت مطلعه بريكر سي مثلا 260. دايما زي ما كانوا قلنا ايه، خد البريكر الاكبر. لا، هو ما تاخدش البريكر الاكبر، خد البريكر الاقرب، لان انت لو كنت الامبير اللي انت عايز تعمل عنده البريكر ليه 3 اضعاف، فاهمين اللي هم ايه؟ لو انت عندك كده يبقى انت صاحي معاك الناس كلها. مش عارف هو شيء نوع لا مش انواع المنيتشر، ثلاث حالات، ثلاث حالات الجس كده اللي هو انه اوف، انه اوف اللي هو لسه قايلها امبارح ثلاث مرات. وش الكتب البريكر ايه نزل؟ لما كنت واقف هنا وقعدت اقول لك ايه الفرق بين الفيوز والبريكر، يعطي فرصه يحس في يعطي فرصه اللي هو ما تقدر تسويه. وش وش البريكر ليه ثلاث حالات، انه اوف، انه اوف ساتر وايه حاجه اقولها دي كده كنت يا عم انت بتقول كده سنس يعني اذا كان زياده بلاي فاير ازاي يا جدعان؟ لا لا بس يعني انا شارحها والله امبارح اللي ما تقدر شرحتها مرتين في اول يوم في المحاضرات. احنا فاهمين الكونسبت بس ناس الاسم انا عارف ان تريب شو بيعمل تريب بيفصل. شفت انت لما فصلت الكهرباء دلوقتي هل البريكر ده خلاص عدل كده؟ لا، هو كل اللي حصل عمل تريب البريكر وانت رحت رفعته اترفع تاني لان مفيش شورت سيركت عليه او مفيش مشكله، فهو عمل تريب. ما علينا، المهم ان انت بتروح للسيركت بريكر الاقرب. يعني لو انت طلعت يعني ناس كتير يقول لك ايه، لو انا طلعت الامبير هنا 260 تمام، قايل لي انا اروح للاكبر، فالاكبر بعيد عنه كام؟ ب 150 امبير مثلا او 140 امبير. فلو انت رحت وانت بتعمل الكلام ده كله يعني انت الستيب الاولاني في الطاقه الشمسيه لازم تبقى فاهم او لازم تبقى دارس كورس. انت دور بقى على الكورس ده شوفه فين، باور سيستم ديستريبيوشن كويس،